لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. لازلنا في كتاب الدعاء من كتابنا الترغيب والترهيب. قال الإمام المنذري رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب وتضبط والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم. وهذا الحديث يرغبنا الإمام المنذري في الدعاء من خلاله، وذلك بأن يبين لنا أن كثرة الدعاء من أعظم أسباب الإجابة، ذلك أن المسلم لا يقتصر على حال دون أخرى فيجتهد فيها في الدعاء ثم هو يهمل في الحال الأخرى، بل دوما يدعو ربه في الرخاء وفي الضراء. قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد. ما الشدائد؟ الشدائد جمع شديدة، وهي الحادثة الشاقة. الحادثة الشاقة، يكون الإنسان في شدة من مرض يلم به أو ينزل به، أو مال يقل أو يضيع أو يذهب، أو غير ذلك من صنوف الابتلاءات. والكرب أو الكرب في طبعة الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الترغيب والترهيب مضبوطة، والكرب، وفي نسخ كتب السنة كالترمذي والكرب، أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب. الكرب أو الكرب جمع كربة، وهي الغم الذي يأخذ بالنفس، الغم الذي يأخذ بالنفس، وكأنها نتيجة لما يصيب الإنسان من الشدائد، تصيبه الشدائد فيكرب بها ويغتم بها. فليكثر من الدعاء في الرخاء. ما المقصود بالرخاء؟ الرخاء أي في حال الصحة والفراغ والعافية، في حال الصحة والفراغ والعافية. قال في تحفة الأحواذي: لأن من شيمة المؤمن، وهذه عبارة جميلة جدا، يقول: لأن من شيمة المؤمن أن يريش السهم قبل أن يرمي. تفهمون؟ لأن من شيمة المسلم المؤمن، لأن من شيمة المؤمن أن يريش السهم قبل أن يرمي، يعني يجهز السهم قبل أن يرمي به، وليس أن يرمي مباشرة بغير تجهيز فلا يصيب. فكأنه يشير إلى أن الدعاء في الرخاء يجهز الدعاء في الرخاء سبب لأسباب الإجابة في الضراء أو عند الضراء. الدعاء في الرخاء سبب من أسباب الإجابة عند الضراء. يقول: لأن من شيمة المؤمن أن يريش السهم قبل أن يرمي به، ويلتجئ إلى الله قبل الاضطرار، ويلتجئ إلى الله قبل الاضطرار. من فوائد الحديث الأولى: على العبد أن يبذل أسباب الاستجابة ويأخذ بها، ومنها كثرة الدعاء في الرخاء. على العبد أن يبذل أسباب الاستجابة ويأخذ بها، ومنها كثرة الدعاء في الرخاء. الثانية: لو أنك تأملت في الحديث من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء، إذن التوصية بالدعاء في الكرب أم في الرخاء؟ ها؟ لماذا؟
ها؟ عشان السبب لك وقت الشد. لا. والوقت اللي الشيطان بيكون فيه. نعم. وقت الكرب الناس بطبيعتهم إيه؟ يتضرعون حتى الكفار. حتى الكفار. وقت الكرب الناس تتضرع حتى الكفار. إذن هذا الحديث كأنه يجعل حياة المسلم كلها دعاء، لأنه يوصينا بالدعاء في الرخاء، وأنت في الشدة طبيعي أمر طبيعي فأنت إيه؟ تدعو، فكأنه يدعوك لكي تشمل أيضا حال الرخاء بهذا الدعاء. لذلك نقول العبد الرباني دائم التضرع لله تعالى في السراء وفي الضراء، ليس يتشبه بأهل الإشراك الذين إذا أصابتهم شدة دعوا الله وتضرعوا ثم إذا زالت أشركوا، كما قال الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. حياة المسلم لا تنفك عن العبودية، حياة المسلم لا تنفك عن العبودية. طيب لماذا تكون وتحصل الاستجابة في الضراء؟ لماذا تحصل الاستجابة في الضراء؟ لأنه كان يدعو في السراء. طيب أيضا لأنه كان يدعو في السراء، كيف كان ذلك سببا لحصول الاستجابة؟ كانت تسمع صوته الملائكة. ده هذا يونس، أنا لا, لا, لا أسأل عن يونس، لأن أقول الإجابة كثرة الدعاء تورث العبد وتعوده الإخبات والتواضع واليقين والتوكل وحسن الظن بالله، ولا يكاد دعاء يرد ممن كانت هذه حاله. كثرة الدعاء تورث العبد الإخبات والتواضع واليقين والتوكل وحسن الظن بالله. كثرة الدعاء تورث العبد الإخبات والتواضع واليقين والتوكل وحسن الظن بالله، ولا يكاد دعاء يرد ممن كانت هذه حاله. وخير مثال طبعا يذكر في ذلك مثال يونس عليه السلام، كما قال الله عز وجل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. انظر الفاء التي تدل على التعقيب والسرعة. وفي الصفات قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. حديث السابق حسن لغير، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. في الحديث الثاني ما احنا قلنا فليكثر من الدعاء في الرخاء في الأولاني اللي قبليه، الثاني ليس شيء أكرم على الله من الدعاء في الرخاء. لا هذه ضعيفة. الرواية الصحيحة ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي وحسنه الألباني. ما فيش في الرخاء ليس شيء، ما المقصود بها ليس شيء؟ ليس شيء يعني من الأذكار والعبادات، ليس شيء من الأذكار والعبادات أكرم على الله يعني عند الله. أكرم ليس أكرم، أكرم على الله يعني أفضل أو أسرع قبولا وأنفع تأثيرا. أفضل أو أسرع قبولا وأنفع تأثيرا من الدعاء. لماذا؟ لماذا ليس شيء أكرم على الله من الدعاء؟ الإجابة لأن فيه إظهار الفقر والعجز والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته، لأن فيه إظهار الفقر والعجز والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته. وكأن كل معاني العبودية تجتمع في الدعاء، لذلك الدعاء هو الإيه؟ عبادة، الحب والذل. وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه في منحا آخر في تفسير الحديث، اسمعوا كده ممكن تستغرب،
قال يمكن أن يراد بالدعاء الدعاء إلى الله، أي الدعوة. يمكن أن يراد بالدعاء الدعاء إلى الله أي الدعوة، فيكون المعنى أكرم الأعمال هو الهداية إلى الله، التي هي وظيفة الرسل والعلماء النائبين عنهم. يمكن أن يراد بالدعاء الدعاء إلى الله يعني الدعوة، فيكون المراد أو يكون المعنى ليس شيء أكرم على الله، يعني أكرم الأعمال هو الهداية إلى الله تعالى. ليه؟ لأنها وظيفة الرسل والعلماء النائبين عنهم. لذلك وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل هذه سبيلي، أو أمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن القيام بما تيسر للإنسان من الدعوة وما قدر عليه من أمارات صدق صعبة، صدق الاتباع، من أمارات صدق الاتباع، كما قال الإمام ابن القيم لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا مثله على بصيرة كما كان متبوعه صلى الله عليه وسلم. يعني حينما تكون أمور الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متيسرة بين يديك وأنت تتكاسل عنها، فهذا يطعن في صدق اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم ترون المنكرات تزداد يوما بعد يوم، وما كانت هذه الزيادة إلا للكسل الظاهر من كثير من الدعاء عن أمور الدعوة إلى الله. فلذلك نريد أن نحيي هذه المعاني في القلوب والنفوس مرة أخرى. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، طب فوائد الحديث ما قلناهاش، الله عز وجل يحب الدعاء، يحب دعاء العبد وتضرعه. اثنين، الدعاء سبب إكرام الله عز وجل لعبده، الدعاء سبب إكرام الله عز وجل لعبده. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. الحديث رواه الترمذي، وقد سبق في الباب الذي قبل هذا اللي هو باب الاستغفار. قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم إذن نكثر، يا طالما كان الدعاء بهذه المثابة إذن إيه نكثر، قال الله أكثر. رواه الترمذي. رواه الترمذي واللفظ له وغيره. قال الجراحي يعني الله أكثر إجابة. سيأتي عدة معاني لهذه العبارة. حديث الذي بعده أيضا مرتبط به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تستخسرش في نفسك ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاه إياها، إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له في الآخرة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، صحيح لغيره كما قال الشيخ الألباني. حديث الذي بعده أيضا مرتبط به، وطوها شوي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة، والحاكم وقال صحيح الإسناد، وقال الشيخ الألباني حسن، وقال الشيخ الألباني حديث صحيح.
في الحديث الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه، صرف عنه يعني دفع عنه، دفع عن الداعي من السوء مثلها. من السوء، السوء هو البلاء النازل أو غيره في أمر دينه أو دنياه أو بدنه، البلاء النازل أو غيره في أمر دينه أو دنياه أو بدنه مثلها. مثل ماذا؟ مثل البلاء. كيف مثل البلاء؟ مثل تلك الدعوة، مثل تلك الدعوة كمية وكيفية. يعني إن لم يقدر له وقوعه في الدنيا، يعني إن لم يكن قدر له وقوع هذا الأمر أو هذا البلاء في الدنيا، مثل تلك الدعوة كمية وكيفية. يعني تجد إيه كمية وكيفية؟ هناك من يمكث ساعة أو ساعتين رافعا يديه يدعو ويتضرع. معقول في ناس كده؟ آه والله فيه. وهناك من يدعو 5 دقائق 10 دقائق. هناك من يدعو يتواطأ القلب مع اللسان، وهناك من يدعو باللسان. يبقى إذن يختلف كمية وإيه؟ وبالتالي أنت ربما كنت سببا في حصول السوء لك حين قصرت في إيه؟ في الدعاء. لذلك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. لذلك نحتاج فعلا أن نكون أواهين، أوابين، متضرعين، أن نكثر فعلا من الدعاء كما وكيفا. ولذلك أوصيتكم بسماع سلسلة لذة المناجاة التي توقفك على وسائل تحقيق الدعوة المستجابة، لذة المناجاة، ولعلك تتجهز بها لرمضان موسم الدعوات المستجابة. طبعا مع وجود الهواتف الذكية سهل جدا تحميل السلسلة على التليفون وتسمع كل يوم درس وتكرره، يعني لا تقتصر على السماع مرة واحدة حتى تترسخ الفوائد في نفسك وفي قلبك. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم، المأثم الأمر الذي يأثم به الإنسان، كمن يدعو بأن يتيسر له معصية من المعاصي. زي ما قلنا قبل كده، الإنسان ربما يخرج للسرقة ويدعو الله عز وجل: يا رب سهل، يا رب، يا رب افتحها في وشنا، يا رب استرها علينا. هذا يدعو بإيه؟ بإثم، يعني أمر يأثم بسببه، يعني يدعو أن يستر على المعصية، فهذا دعاء لا يستجاب. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، كمن يدعو على أقاربه مثلا وأرحامه ويؤذيهم بهذه الدعوات مثلا، وهذا من الإثم أم لا؟ فلما ذكر؟ قال العلماء: هذا تخصيص بعد تعميم، هذا يبين خطر هذا الإثم، لأن الآثام تتفاوت. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فمن الإفساد في الأرض ماذا؟ تقطيع الأرحام. وما القطيعة؟ قال العلماء: والقطيعة الهجران والصد، أي ترك البر للأهل والأقارب. الهجران والصد، ترك البر للأهل والأقارب. ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. الصحابة تحمسوا لما سمعوا هذا الحديث، فقالوا: إذا نكثر، طالما الأمر كان كذلك فعلينا أن نكثر من الدعاء. يبقى قولهم: إذا نكثر، أي من الدعاء لعظيم فوائده، أي من الدعاء لعظيم فوائده. فقال: الله أكثر. طيب الله أكثر هذه فيها حوالي 5 توضيحات. قال الإمام الطيبي رحمه الله: الله أكثر أي أكثر إجابة من دعائكم، أكثر إجابة من دعائكم، هذا الأول. الثاني: فضل الله أكثر مما يعطيه من فضله وسعة كرمه، أكثر مما يعطيكم في مقابلة دعائكم، فضل الله أكثر.
يعني ما يعطيه من فضله وسعة كرمه أكثر مما يعطيكم في مقابلة دعائكم. يعني الإنسان يدعو بدعوات ينال في مقابل هذه الدعوات من الفضل ما لا يتناسب مع إيه؟ مع دعواته. يعني ما يعطيه من فضله وسعة كرمه أكثر مما يعطيكم في مقابلة دعائكم، فضله على العموم أكثر من ذلك. التفسير الثالث: الله أغلب في الكثرة. يعني أنت تكثر وهو يعطيك، وأنت تكثر وهو يعطيك، من يغلب؟ الله أغلب في الكثرة، فلا تعجزون في الاستكثار، فإن خزائنه لا تنفد وعطاياه لا تفنى. لا تعجزونه في الاستكثار، فإن خزائنه لا تنفد وعطاياه لا تفنى. ده كم؟ الرابع: الله أكثر ثوابا وعطاء مما في نفوسكم. ربما تصور الإنسان عطاء معينا، فالذي عند الله ومن الله إيه؟ أكثر وأعظم. الله أكثر ثوابا وعطاء مما في نفوسكم، فأكثروا ما شئتم، فإنه تعالى يقبل أدعيتكم بما هو أكثر منها وأجل. في الحديث الثاني، حديث أبي هريرة، خمسة، لا هم أربعة، في ممكن الخامس اللي هو اللي موجود في الكتاب: ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاه إياها، أو إلا أعطاها إياه، إما أن يعجلها وإما أن يدخرها له في الآخرة. ما الزيادة هنا؟ أن يدخرها له في الآخرة. في الأول آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، هنا معنى آخر: أن يدخر الله له الإيه؟ ثواب هذه الدعوة في الآخرة. ورد في حديث ضعيف أن الله عز وجل يقرر العبد يوم القيامة، يقول له: دعوتني في كرب كذا فأعطيتك أو أجبتك، فيقول: نعم. ثم: دعوتني في كرب كذا فلم أعطك، فيقول: نعم. فيقول: ادخرت لك ذلك عندي. وهكذا، فينظر العبد فيما ادخره الله له، فيتمنى أن لو لم يكن قد استجيب له في الدنيا في دعوة. لذلك سنقول في الفوائد: الله عز وجل عليم حكيم، سلم له لأنه أعلم بما يصلحك، لا تعجل ولا تستحسر. في حديث أبي سعيد ذكر هذه الثلاثة: إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. بها، هذا الضمير يعود على ماذا؟ على الدعاء الذي دعا به. إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، دعا مثلا بصحة، دعا بنجاح وتفوق في أمر شرعي مثلا، عجل الله له، وإما أن يدخرها له في الآخرة، هذه الثانية، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فوائد هذه الأحاديث: أولها كثرة كرم الله تعالى وجوده، إذ لا يرد سائلا ما لم يدعو بإثم طبعا ولا قطع رحم. كثرة كرم الله وجوده، إذ سبحانه لا يرد سائلا. فكل الدعاء مستجاب، لكن صور الإجابة تختلف، وهذا يرد به على من قال: دعوت فلم أرى يستجب لي، أو يقول: أنا أدعو الله عز وجل منذ مدة ولا أجد استجابة. نقول: هناك استجابة، لكن لا يلزم أن إيه؟ ها؟ أن يتحقق ما سألت. ربما كانت الإجابة في صرف سوء كان سيحل بك، ربما كانت مدخرة لك في الآخرة، لكن تيقن أنك إيه؟ مجاب، طالما توفرت شروط الدعاء المستجاب. أيضا في قوله: ينصب وجهه لله، ينصب وجهه لله عز وجل، فيها وجوب الإخلاص في الدعاء، هو سبب أصيل في الإجابة. ينصب وجهه لله، يقصد ربه سبحانه وتعالى. أيضا في الأحاديث كثرة بركات وفوائد ومنافع الدعاء، كثرة بركات وفوائد ومنافع الدعاء. في دليل على أن الدعاء بإثم لا يستجاب،
أو بقطع رحم. وهذا أيضا يستفاد منه فائدة، وهي أن المعاصي سبب لرد الدعاء، المعاصي سبب لرد الدعاء. كم كده؟ أيضا من الفوائد، الله تعالى عليم حكيم، فسلم له فهو أعلم بما يصلحك، ولا تعجل ولا تستحسر. أنت تأخذ بالأسباب وتدعو، قد يتحقق لك ما دعوت به، وقد يتأخر ثم يتحقق، وقد لا يتحقق. إذن سلم. الدعاء من أسباب صرف السوء والشرور والبلايا عن العبد. الدعاء من أسباب صرف السوء والشرور والبلايا عن العبد. في قوله أو يدخرها له فائدة، وهي إثبات إيه؟ إثبات الجزاء على الأعمال، إثبات الجزاء على الأعمال. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء، هذا الحديث طبعا فيه جزء ضعيف وجزء صحيح، الشيخ الألباني اقتصر على الجزء الصحيح الذي سأقرأه. قال إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي، حسنه الشيخ الألباني لغيره. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. هذا الحديث فيه أيضا ترغيب في الدعاء بذكر هذه الفوائد، أنه ينفع مما نزل يعني من البلاء، ومما لم إيه؟ ها؟ لم ينزل. مثل ماذا؟ الذي صار يدفع عنه من السوء مثلها. تمام؟ إذن يمكن أن نقول الدعاء دافع، ها؟ رافع. الدعاء دافع رافع، دافع للبلايا التي لم تنزل. وهذه فيها حديث آخر صحيح، ما هو؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء، وفي لفظ القدر لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني أمر يكون قد قدر، وقدر الله أيضا أن العبد سيدعو فيصرف عنه، لأن البعض يقول كيف يرد القضاء؟ بقضاء أيضا. تمام؟ وهذا يرد به على ما يدعو به بعض الناس، ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. لماذا لا تسأله رد القضاء؟ القضاء يرد بنص هذا الحديث، لا يرد القضاء، وفي رواية القدر إلا الدعاء. دافع أي للبلايا التي لم تنزل، كما في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. رافع يعني لما نزل منها، لما نزل منها، كما في الحديث من سره أن يستجيب الله له الذي تقدم، وحديث أو أن يعجل الله له دعوته، إما أن يعجل الله له دعوته. أيضا في الحديث الوصية بكثرة الدعاء، لأنه قال فعليكم عباد الله بإيه؟ بالدعاء. في تحفة الأحوذي يعني ذكر كلاما جميلا أذكره ونختم به. يقول في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل، يعني من بلاء نزل بالرفع إن كان معلقا، وبالصبر إن كان محكما. شوف كلام العلماء جميل إزاي، بيقول إيه؟ إن الدعاء ينفع مما نزل، يعني من بلاء نزل، من بلاء نزل. ينفع إزاي؟ بالرفع إن كان معلقا، يعني معلقا، معلقا مثلا على أنه سيدعو ويدفع عنه السوء، أو معلقا بفعل أمر ما ولم يفعل هذا الأمر فلم يقع وجاءت الدعوة فصرف عنه. يبقى ينفع مما نزل من بلاء بالرفع إن كان معلقا، وبالصبر إن كان محكما. يعني إيه؟ لابد أن يقع، فالدعاء ينفعك يجعلك إيه؟ تصل. لذلك يقول فيسهل عليه تحمل ما نزل به، فيصبره عليه أو يرضيه، فيصبره عليه أو يرضي تاني.
يقول فيسهل عليه أو وبالصبر إن كان محكما فيسهل عليه تحمل أو يسهل عليه تحمل ما نزل به فيصبره عليه أو يرضيه به حتى لا يكون متمنيا خلاف ما كان بل يتلذذ بالبلاء كما يتلذذ أهل الدنيا بالنعماء. جامدة أوي، مش أي حد يوصل لها. لذلك سعد لما أصيب ببصره قال له أحد الشباب يا عمي لو دعوت الله، فقال وسعد كان مجاب الدعوة، قال ها قضاء الله أحب إلي. هذه تحتاج لمجاهدة حتى يصل العبد إليها، والإنسان لا يمنع من الدعاء بالشفاء ورفع البلاء. يقول فيصبره عليه أو يرضيه به حتى لا يكون متمنيا خلاف ما كان بل يتلذذ بالبلاء كما يتلذذ أهل الدنيا بالنعماء. طيب ومما لم ينزل كيف؟ يقول أي بأن يصرفه عنه ويدفعه منه. وهذا مما يبين فضل الدعاء والإكثار منه. أحاديث أخرى أيضا في فضل الدعاء تأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.